سلام، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو، هادي جيتكم في فيديو جديد، موضوع جديد كيف العاده. اليوم اختاريت انني نهضر على هاد لي بوماد هادو اللي كتشوفوا قدامكم، بما انني كنستعملهم وبغيت نعطي رايي الصريح فيهم، نقول لكم اللي مزيانه واللي ماشي مزيانه، لان بزاف ديال البنات كيحيروا اشنو ياخذوا. المهم كيبغيو شي حاجه اللي تكون امنه على البشره، ما تنوضش حبوب، ما ديرش تهيج للبشره، ما تكونش فيها ريحه خانزه، ما تزرقلكش اولا ما تكحلكش ديك البلاصه. فانا غادي نعطي رايي الصريح فيهم، فخليكم معايا في هاد لا فيديو هادي. وعندي هنايا بزاف ديال لي بوماد، منهم هادي ديال ناتوري سوا، عندي فيت ايبيليس، عندي هاد اللصقات هادو، وعندي هاد الشفرات اولا هاد فلامينغو هادو. غادي نبدا باول وحده اللي كتعجبني بزاف بزاف، اللي هي هادي هادي ديال ناتوري سوا كريم دي بيلاتوار، واعره بزاف هادي. من نهار جربتها ما كنقدرش نستغنى عليها، ما كتنوض لا حبوب، ما كتهيش ليك البشره، كذلك ما كتخليش ليك ديك البلاصه زرقاء، اولا مع المده كتولي كحله، يعني كيولي اللون ديالها غامق بزاف. تقدري ديريها لوجهك وانت مرتاحه، يعني ما فيهاش مواد اللي هي ضاره، كذلك ممكن ديريها للرجلين، تحيدي بها اليدين ديالك، كذلك ديريها لزيسيل ديالك، واعره بزاف، كتحيد مزيان، ما فيهاش رائحه اللي هي خايبه، لانني استعملت بزاف وكنلقى فيهم واحد الريحه اللي هي مجهده بزاف بزاف. هذه بالعكس ريحتها زوينه لانها مخدومه بزيت لافوكا، جباتني بزاف بزاف. دو البال غير عندكم تقيسوا بها العين ديالكم، ولا قصوا بها العين ديالكم وغسلوا ديك البلاصه دغيا. راسها الحل البشره الحساسه، كذلك ممكن ديروها للوجه ديالكم، كذلك الرجلين ديالكم، اليدين، لي زيسيل، اي منطقه، المنطقه الحساسه ممكن تحطيها بكل امان، ما تخافيش منها نهائيا. واذا كانت البشره ديالكم فيها شي تهيج او شي حبوب، ما تستعملوهاش بالمره، يعني استعملوها على بشرة اللي تكون عادية، ما فيها لا جرح لا حبوب لا تهيج. وملي تحيدي بها غسلي وجهك مزيان، عندك تخرجي بها يعني عندك تخرجي بها هكاك للشمس، وما تغسليش بالماء اللي يكون سخون، غسلي بالماء بارد، عندك تغسلي بالماء سخون، الماء خصو يكون بارد. وبالنسبة لكيفية الاستعمال، كتحطيها على ديك البلاصة وكتخليها من 5 حتى 8 ديال الدقائق. الا كثرتي كاع 10 ديال الدقائق، يعني 10 ديال الدقائق، يعني 10 دقائق ما تفوتيهاش، على حساب الزغبة ديالك. الا كانت عندك الزغبة غليظة خليها 10 دقائق، اما الا كانت عندك الزغبة رقيقة 8-6 دقائق صافي وحيديها. وإلا كنتي غادي ديريها لأول مرة، كنصحك أنك تجربيها في شي بلاصة تكون صغيرة، جهة عنقك، ولا جربيها يعني في جهة المهم حدا تحت ودنك، باش تأكدي أنها ما غدير لك لا احمرار لا تهيج لا حتى شي حاجة، وتأكدي أنها غادي تجيلك مع النوع ديال البشرة ديالك. بالنسبة للثمن ديالها دايرة 35 درهم كيف ما كتشوفوا. ها كيفاش دايرة من الداخل، أنا هادي راه جديدة عندي، يلاه خديتها حيت اشتريت لي الأخرى، كتجي هكا من الداخل، يعني كبيره الحجم ديالها، راه ماشي شي حاجه اللي صغيره، وكتجي معاها هاد اللعيبه هادي. انا صراحه ما كنحيدش بهادي، كنفضل انني نحيد بالكوتون ديسك حسن، يعني كتحكمي فيه مزيان، يعني كتقدري انك تبركي على البشره ديالك. اما هذا الا بركتي به على البشره ديالك، يعني راكي خصك تبركي باش تجري الزغبه، هذا كيقصح واحد شويه، انا ما كنحيدش بهذا غالبا انا كنلوحو. زو دابا لهاد ايبيليكس، هادي اخيب ما يكون، هي هادي كترد لك الوجه ديالك حالته حاله بالحبوب، وكتحرق لك ديك البلاصه، اي بلاصه حطيتي فوقها هاد ايبيليكس هادي كتبقى لك كحله، مازال عامره، درت منها يلاه شي جوج مرات ولا ثلاثه وصافي، ما بقيتش كنستعملها لانها كتهلك البشره. والريحه ديالها خانزه 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 بزاف، ما تقدروش تشموها نهائيا. هذه خديتها من داك الكتالوج ديال فارماسي، وصراحه ندمت عليها بزاف، غير ضيعت فيها الفلوس وصافي، ما بقيتش عاقله بشحال باش كانت بالضبط، ما بقيتش عاقله، ولكن يعني غتكون هكاك بشي 30 درهم ولا 25 درهم، ولكن راه ما صالحاش نهائيا. مخدومه بالالوفيرا وزيت الارغان، هذه صالحه للبشره العاديه، وانا البشره ديالي عاديه على داكشي زعمت عليها وخديتها، ولكن واخا هكاك ما جاتش معايا نهائيا. اما بالنسبه زعما الا استعملتها شي وحده هكا البشره ديالها حساسه، غادي تخرج عليها، يعني غادي تدمر ليها البشره ديالها. الى لقيتوها ما تاخدوهاش نهائيا، غير كتدمر البشره، كدير ليها حبوب، اللون ديالها كيولي داكن، فما كنصحكمش بها. زو دابا الفيت اللي هي هادي، فيها ثلاثه ديال الماركات، فيها هاد الغزيه هادي صالحه للبشره العاديه، وفيها هاد الزرقاء صالحه للبشره الحساسه، وفيها هاد الخضراء صالحه للبشره الجافه.
فاش تبغي تاخدي فيت خاصك تاخدي اللي غادي يوال من نوع ديال البشره ديالك، ماشي تاخدي اللي لقيتي وصافي، لان بزاف ديال البنات ما كيعرفوش ان فيت راه فيها ديال البشره العاديه، فيها البشره الحساسه وفيها ديال البشره الجافه، غير كتاخذ وصافي، ولكن هي لا، راه خصكي تاخدي اللي غادي يوال من نوع ديال البشره ديالك. وفيت راه معروفه بزاف، ولكن بالنسبه ليا انا صراحه ماشي شي حاجه اللي طوب، انا كنفضل هاد ناتوريسوا اللي وريتكم في الاول احسن منها بألف ألف مره، لانني جربت فيت وتا هي ما كتجيش معايا، تا هي كتنوض لي الحبوب. واخا كناخد يعني ديال البشره العاديه بالنسبه لبشرتي انا، كناخد هذه ديك الغوزيه ديال البشره العاديه، ولكن راه ما كتجيش معايا بالمره. وبالنسبه للثمن ديالهم حتى هو راه معروف، كتلقيها في البارافارماسي بديك 25 درهم او 30 درهم، في الفرماسيين كدير شي 40 درهم، وعند مالي الماكياج بطبيعه الحال راه كتكون رخيصه واحد شويه، ولكن بالنسبه ليا انا صراحه ما كيعجبونيش، بكل صراحه ما كيعجبونيش. وحاجه اخرى البنات، فاش كتكون عندك الزغبه ديالك غليظه راه ما كتحيدهالكش نهائيا، باغ كونطخ هادي كتحيد، ولكن فيت راه ما كتحيدش نهائيا. كذلك البنات اللي كيبغيوها المنطقه الحساسه راه ما كتحيدش نهائيا، هادي كتحيد لك مثلا الديفي او دوك الزغبات اللي تيكونوا في الوجه ولا في يدك، يعني دوك الشعرات اللي كيكونوا رقاق وصافي، اما شي حاجه الا كانت غليظه راه ما غاديش تحيدهالك بالمره. دابا البنات غادي ندوزو لهادي. هادي بالنسبه ليا انا زوينه، الدوفي كتحيد مزيان، فيها 20 حبه صالحه للبشره الحساسه، داير 37 درهم. زوينه غير ما تبقيش تحيدي بها بزاف وصافي باش البشره ديالك ما تترهلش، حيدي بها مره كيف ما قلت لك، فيها 20 وكتحيد مزيان، وراه ما يمكنش البنات تحيدوا بها شي بلاصه اخرى من غير الدوفي، لانها انا غادي نفتحها لكم باش تشوفوا كي دايره من الداخل. وها كيفاش دايره البنات، كيف ما كتشوفوا معايا رقيقه وكتجي معاها هادي، هذا واحد المنديل كتمسحوا به وصافي، وهادي كيف ما كتشوفوا دابا هادي راه فيها 4، يعني فاش كتقسموها على جوج راه كتعطيكم جوج جوايه، كتحكوها واحد شويه بيديكم بحال هكا، غنوها واحد شويه بحال هكا وصافي، كتحطوها على الديفي ديالكم وكتحيدوا بها، زوينه كتحيد مزيان. ودابا البنات غادي ندوزو لهادو، هاد فلامينغو هذا محبوب الجماهير اللي كلشي ولا كيحيد به مؤخرا الزغب ديال الوجه ديالو، كيحيدوا به الدوفي، كينقوا به الحجبان. هذا ان شاء الله ناويه انني ندير فيديو، لانني انا صراحه ما كنحيدش الزغب ديال الوجه ديالي نهائيا، عمرني ما حيدته، كنحيد غير الدوفي وصافي، ولكن ان شاء الله باغا نجربهم، ضروري خصني نجربهم في شي فيديو، غادي نجربهم معاكم وغادي نعطيكم رأيي صريح فيهم. بعد راه تحيد بهم اختي زوينين، ما كينوضوا لها لا حبوب لا حتى شي حاجه، غير ردوا البال كي خصكم تشريو هادو اللي كيكونوا السنينات ديالهم بحال هكا، يعني كيكون مدرج، ما تاخذوش هذاك السامبل كيجرح كينوض الحبوب، هادو اللي تيكونوا مدرجين الا ما كينوضوا لا حبوب لا والو. وان شاء الله غادي ندير فيديو غادي نوريكم الطريقه. وصافي البنات هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه ليا انا كيف ما قلت لكم، هذه هي الطوب في هاد الشيء كامل اللي وريتكم، هذه هي الطوب فيهم، واعره بزاف هاد ناتوريسوا، الا لقيتوها البنات غير خدوها، دايره 35 درهم. وكاينه حتى هذه، حتى هذه كتعجبني انا زويونه، كتحيد مزيان بحال البشره الحساسه، يعني ما تخافيش واخا تكون بشرتك حساسه ممكن انك تاخديها. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني واش دغيا كيكبر الزغب فاش كتحيدي بها، راه كيكبر عادي، يعني 10 ايام 9 ايام صافي كيبدا ينوض لك. وحتى هادي فاش كتحيدي بها راه دغيا كينوض، يعني ما كيتعطلش، كينوض عادي وما كيكثرش، يعني كينوض عادي ما كيكثر ما والو. بالنسبه للفيت كيف ما قلت لكم ماشي شي حاجه اللي زوينه، لانني جربتهم ما كيعجبونيش انا نهائيا. ايبيليس هادي خلاص كارثه عظمى، لا لقيتوها هادي كاع ما تاخذوها. دابا انا غادي نسالي الفيديو وغادي نرميها. بالنسبه للفيت ها هي حتى هي راها عندي ما كنستعملهاش، مازال عامره حيتاش خايبه. هذه انا كنت خديت هاد الغوزيه هادي ديال البشره العاديه، شي كانت خدات هادي ديال البشره الجافه، وصراحه ما خايبين، انا ما فيت ما كتعجبنيش. وهنا البنات غادي نكون وصلت لاخر الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو هذا. تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم.